يعتبر عشق شباب كردستان لبيئتهم ومدنهم عشقا منقطع النظير، فهم وبدون أي توجيه أو أمامر من جهة ما ينظمون مجموعات خاصة بهم للقيام بحملات التنظيف لحماية البيئة. فشباب مدينة زاخو نموذجا حيا للحفاظ على البيئة. هذه الحملات التي يقومون بها بين آونة وأخرى وأعمالهم التطوعي لتنظيف المدينة وجعل مدينتهم بيئة صحية وذات جمالية خاصة. طبعا النظافة البيئية لها دور مميز في المجتمع، ويجب علينا كلنا أن نساعد في تثقيف العقول حتى نجعل من وطننا وطن جميل، وطن له ميزة خاصة بين الشعوب الأخرى، لأن يحكى بجمال كردستان. فيجب علينا دائما أن نحافظ على النظافة البيئة، ولها دور مهم جدا في الحفاظ على صحة الإنسان. ولا تقتصر هذه الحملات التطوعية على الفتيان والشباب فقط، بل تشمل أيضا الفتيات والشابات، لأنهن كما الشباب يعتبرون الحفاظ على البيئة جانب إنساني على كل فرد من أفراد المجتمع، السعي نحو توفير بيئة نظيفة خالية من أي تلوث وذات جمال رائع من خلال زراعة المدن بالأشجار وتجميلها بالزهور والاعتناء بنظافتها. كلش ثقافة راقية، ودائما دائما لازم حملات التوعية تكون مستمرة حتى ننمي هذا الجيل، لأنها تعتبر روح وطنية. إذا حافظنا على بيئتنا تعتبر جزء من الروح الوطنية. يجب علينا دائما نعمل حملات توعية لأجل الحفاظ على نظافة البيئة. ويأتي بعد الجانب الإنساني الجانب الوطني، فمن خلال روح الانتماء وروح التعاون والولاء لإقليم كردستان من قبل الشابات والشباب وجميع الأفراد الآخرين نحو المدينة والبيئة، فإنه يعود بالنفع دون استثناء على جميع أفراد المجتمع الكردستاني، وخلق جو وهواء نقي وتربة صالحة للزراعة ومياه صالحة للشرب، ومدن ذات مناظر تسر الساكن والزائر والسائح. طبعا مثل الاتحاد نساء زاخو دائما كنا نريد أن نشارك في هذه الحملات، والحمد لله ما قصرنا، دائما كنا نعمل حملات تشجير، لأن المرأة تعتبر الأم، والأم هو الوطن، فلهذا كان لنا دور مميز دائما. فهذه الحملات التي تقوم بها الفتاة الشابات جزء كبير من التوعية الثقافية الإنسانية في بناء الروح الوطنية لكافة الأجيال اللي تجي بعدهم. كما أن لنظافة البيئة والمدينة جانب آخر، وهو الجانب الأخلاقي الذي يندرج تحت مقولة النظافة من الإيمان، فبقدر الإيمان تكون النظافة. وعندما يبدأ الحديث عن حكاية الإنسان والبيئة يبدو العشق الأزلي للمفردات البيئية الكردستانية جليا وواضحا من خلال نظافة وجمال المدن الكردستانية، ومنها مدينة زاخو ذات الخضار والحدائق والزهور والشوارع النظيفة التي تبين انتماء الشباب والشابات من خلال عملهم التطوعي في جماعات تنتشر في المدينة للحفاظ على البيئة. الإيد الوحدة مثل ما يقولون ما تصفق، لازم كلتنا نعمل إيد بإيد حتى الثقافة اللي هسه نحن محتاجين ثقافة بيئية، ثقافة عقلانية. نحن ضحينا بالكثير، ضحينا ضحينا وضحينا لحتى وصلنا هذه النقطة. يجب علينا
الشابات والشباب، الأسر كلها لازم توعي أبنائها على أنه بناء الوطن يكون من عند أي إنسان، كلتنا أبناء هذا الوطن، لأن هذا الوطن هو حضن الأم اللي يحتضننا، ولحد الآن ناخذ ونعطي، يعطينا الكثير، ولازم نحن هم نكون عطائين لهذا الوطن.